حديث للرئيس رئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد. الحمد لله رب العالمين، اكرمنا اليوم بفوز ومستوى المباراة هذه انتهت بالنسبة لنا تماما، الفرحة انتهت بغرفة الملابس بـ3 نقاط. الآن التفكير كله في المباريات القادمة، ما زالت المنافسة قوية بيننا وبين أشقائنا في نادي الشباب، فهي لا تتعدى 3 نقاط. يعني صحيح أن الواحد مبسوط بالمستوى والنتيجة، لكن إلى الآن يعني لم ينتهي شيء، القادم حيكون أصعب وأتمنى أنه يكون أجمل بإذن الله. أنا قلتها وبرجع أقولها، لن نلتفت لنتائج الآخرين، اللي علينا الآن 5 مباريات، إذا الله أراد وحسمناها فالأهلي بطل دوري وهذا المهم. إذا حننتظر نتائج فرق الأخرى سنتعثر، التركيز على فريقنا هو الأهم الآن. فيكتور لاعب محترف هداف الدوري، شيء طبيعي اللي مر فيه، اللي مو طبيعي ردة الفعل اللي تحاول أن تستغل صيام فيكتور عن تهديف المباريات الماضية. اليوم أظن فيكتور قدم مباراة أكثر من ممتازة، سجل هدفين، صنع هدف أو صنع هدفين، والله ما الهدف أكيد بس الثاني، فلا صنع هدفين لعماد وسجل هدفين، فيعني هذا أكبر رد. بغض النظر ما يهمنا أنا الصدارة، يعني والله ما تهم، يعني لن تضيف للنادي الأهلي أو يعني لن تقدم أو تأخر، الجميع يعمل لهدف واحد هو تحقيق بطولة الدوري. الصدارة لن يعني مستحيل تكون سبب في إعطائك دوري أو غيره. السؤال الأخير سمو الأمير، في اتصال قبل شوي كان كنت في مع اتصال، نقدر نعرف من الجهة الأخرى من الهاتف؟ تهنئة أكيد للرجل الأول في النادي الأهلي صاحب سمو الملك الأمير خالد بن عبد الله، اللي بإذن الله استمر هنيه لين هنيه بالدوري بإذن الله، لأنه بكل أمانة هذا الرجل تعب أرهق ذهنيا ماليا، فكان هذا يعني هذا أقل شيء اللي نقدمه له كإدارة، أنه نهنيه بعد كل مباراته، وبإذن الله أنه ربي يكرمنا ونهنيه. هذا طارق كيال يقول فهد ما بقى لنا شيء، فخلي الباقي مع بركان. سؤال أخير، أستاذ خالد البلطان في تصريحه الأخير مباراة النصر والشباب تحدث أنه كان يتمنى هزيمة فريق الهلاوي في مباراة هذا اليوم، ما ترد على أستاذ خالد البلطان؟ شيء طبيعي يعني ما هو شيء شخصي، يعني أنا متأكد أن الأستاذ خالد لا يوجد بينه وبين شيء شخصي، يعني أنا أتمنى تعثر الشباب، هو يتمنى تعثر الأهلي لصالح فرقنا، يعني مو هو أنه شيء في النفس يعني أو أنه فهي مجرد منافسة. يعني أنا أتمنى أنه تصاريحنا تؤخذ على يعني على ما أخذها، لا نؤول أو نزيد. يعني الأستاذ خالد ذكر بالنص، أنا شفت التصريح، وهذا حق مشروع له، حق مشروع لي، حق مشروع المتنافسين، يعني أي منافس يتمنى تعثر منافسه الآخر، فأظنها شيء طبيعي. ألف مبروك للأهلي مرة ثانية، ألف مبروك لرئيس الأهلي من قطر لجدة إلى الدمام، بالتأكيد هو يسير مع فريقه في كل مكان. عموماً